في مقطعنا هذا سوف أشارككم ثغرات الحصول على أقوى لاعبي باكج نجوم الأسبوع الجديد. سوف نجرب هذه الثغرة لأول مرة وإن شاء الله لما لا سوف نحصل على الثلاثي المرعب أروخو هاريكين برونو فرنانديز أو كذلك النسخ الأسطورية ليكانغين دوكو زكريا جاكسون. أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند زكريا مرة واحدة، نفس الشيء عند ليكانغين ثم جاكسون يا إخوان، بعدها سوف ننتقل عند دوكو مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته. ثلاث مرات عند برونو فرنانديز هكذا، ثم نفس الشيء عند هاريكين، بعدها سوف ننتقل عند أروخو مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته هكذا، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف بالكوينز أو باللفة المجانية. كما ترون هاريكين مضمون يا إخواني الكرام، يعني سوف تحصلون بها هذه الثغرة على أقوى لاعبي هذا الباك. كما تلاحظون يا إخوان نسخة لهاريكين تعتبر أقوى، يعني من أقوى النسخ لهاريكين داخل اللعبة.